إذا كنت تتجول بين المراعي والحقول الزراعية فلا بد أنك سمعت أصوات الطيور وتغريداتها الجميلة، ولكن من بين تلك الأصوات المميزة يعرف المزارعون نوعا مميزا من هذه الطيور، حيث تعرف بأصواتها المزعجة والمتكررة بين حقولهم. طائر مراعة الغيط. طائر الصفرد أو كما يسمى بمرعة الغيط ينتمي إلى فصيلة التفلقية، وهي فصيلة تتكون من حوالي 123 نوعا من الطيور المائية وشبه المائية. وطائر الصفرد أو مرعة الغيط هو طائر بري مهاجر شتوي، أما خلال فصل الربيع فهو مقيم ومعشش في المكان إلى حين قدوم فصل بارد آخر. يمكن الاستدلال على مكانه بسهولة ويسر، حيث أن أصواتها واضحة ومميزة ومتكررة خلال ساعات اليوم. يشبه طائر مرعة الغيط من حيث الشكل الدجاج المنزلي، كما أنه يفضل المشي والجري كثيرا على الطيران. يتميز باللون البني أو الأصفر الفاتح والكستنائي والبني الغامق على ظهره مع البقع السوداء، وله فوق عينيه خط رمادي يمتد إلى رقبته، أما جناحه بني محمر. وبشكل عام حجمه متوسط، إذ يصل طوله إلى 25 سنتيمترا، بينما يتراوح وزنه ما بين 130 إلى 200 جرام. ومن الممكن تمييز الذكر عن الأنثى من خلال البقعة البيضاء التي توجد على الخد والرقبة التي تكون بها بقع بيضاء، وكذلك الجانبين الموجودة لدى الذكور منها. طائر الصفرد يقوم غالبا بالهجرة في فصل الشتاء والربيع، حيث أنه يفضل المناطق شبه صحراوية والكثبان الرملية، كما أنه من الممكن أن يعيش أيضا في السفوح الجبلية والتلال والمناطق المزروعة، وهو يفضل الاستجمام والنوم على الأشجار. لو حاول طائر مرعة الغيط الطيران فسيبدو شكله غريبا، إذ أنه يبدو ثقيلا وأرجله طويلة تتدلى خلفه، ولكن عندما يشعر بالخطر القريب فإنه يطير على بعد مسافة قصيرة جدا ولعلو لا يتجاوز 50 مترا، محاولا الاختباء بين الأشجار والأعشاب الكثيفة. Thank you.
يعتبر طائر مرعة الغيط طائرا مهاجرا غير شائع، إذ أن موطنه الأصلي هو أوروبا وشرق آسيا والصين وجنوب شرقي تركيا وبعض الدول العربية، ويفضل العيش في الأراضي الخضراء المزروعة والروابي والحقول والمناطق البرية والسهول الصخرية، ويألف هذا الطائر أيضا الكثبان الرملية. يتميز الصفرط أو مرعة الغيط بسرعة حركته، حيث أنه سريع الجري فلا يمكن اللحاق به أو إمساكه باليد بسهولة، وهو أيضا يتقن الاختباء والتمويه، فقد تمر بجانبه أو تطأه بأقدامك دون أن تلاحظ وجوده لسكونه الرهيب واندماجه مع محيطه عند الاختباء، ولكن يفضح كل ذلك الطنين العالي الذي يصدره عند طيرانه. يعد طائر مرعة الغيط طائرا ماكرا ومخادعا، فمثلا لو حاولت الإمساك به سيتظاهر بالموت، وحالما يشعر بابتعادك سيعود ليكمل نشاطه. يقال إن تسمية الطائر بالصفرد جاءت نسبة إلى صوت الصفير المميز الذي يصدره، والذي يشبه نداء الهاتف عالي الحدة والمتقطع. يعيش الصفرد أو مرعة الغيط عادة في أزواج، ولكن أيضا يمكن أن يكون في أسراب تتضمن أكثر من 50 طائرا. ويتغذى طائر الصفرد على قائمة كبيرة من الأنواع المحيطة في بيئته الزراعية، كاللافقاريات وبعض النباتات والحبوب بشكل أساسي، ويمكن أن يتغذى على الرخويات والقواقع والعناكب والخنافس واليعاسيب والجنادب والحشرات الأخرى أيضا. إن طائر مرعة الغيط طائر غير أحادي التزاوج، وخلال موسم التزاوج يبدأ بإصدار نداءات في الليل يمكن سماعها من على بعد 1.5 كيلومتر، وذلك من أجل جذب الإناث من الطير، وتتكرر هذه النداءات بشكل كبير جدا، وخصوصا مع ذروة منتصف الليل والفجر، وبعدها يقوم بعرض الطعام على الأنثى محاولا مغازلتها. يقوم الزوجان ببناء عش من الأعشاب الجافة والخشنة في الأعشاب الطويلة محاولين إخفاءه، يصل قطر العش إلى 15 سنتيمترا بعمق حوالي 4 سنتيمترات. يبيض مرعة الغيط ما بين 7 إلى 12 بيضة في شهر مايو ويونيو، وتحتضن الأم البيضة فترة 19 يوما، وبعد الفقس تخرج الصغار من العش بعد يوم أو يومين، وتقوم الأم بإطعامهما لمدة 3 أو 4 أيام، وبعدها ينتقلون للبحث عن الطعام بمفردهم. يعد تأثير الطقس على بقاء الفراخ عاملا محدودا، على الرغم من أن نمو صغارها يكون أسرع في الطقس الجاف أو الدافئ،
إلا أن التأثيرات تكون صغيرة نسبيا، ومع ذلك فإن مرعة الغيط بشكل عام يبقى مهددا من الحيوانات المفترسة على الدوام كالقطط الوحشية والقوارض وثعالب الماء والثعالب البرية والطيور الأكبر منها حجما. أعداد طائري مرعة الغيط مستقرة إلى حد كبير، لذا فليس هناك داع للقلق. أوقفها في مكان ما فهي تتزايد في مكان آخر، وهذا يحافظ على استمرارية النوع بشكل عام. يعني تكون مهددة بالانقراض في مكان ما، بينما غير مهددة بالانقراض في مكان آخر. في الجزء الشمالي البعيد من الأرض يصبح المناخ باردا ومثلجا في معظم أيام السنة، وتعلو الجبال وحوافها أيضا، وتكتسي الغابات والسهول بغطاء أبيض لفترات طويلة. في هذا المناخ القاسي استطاعت أنواع قليلة من الحيوانات البرية الحياة هنا بكفاءة. البوم الثلجي ينتمي طائر البوم الثلجي إلى رتبة البوميات، وهو طائر مميز يسهل تفريقه عن الطيور الأخرى، كما أنه من أشهر أنواع البومي على الإطلاق، ويعرف أيضا ببوم القطب الشمالي، إذ أنه يعيش في القطب الشمالي والمناطق الباردة القريبة منه كشمال كندا وألاسكا والدول الإسكندنافية وغرينلاند وإيسلندا وروسيا. وهو طائر مهاجر، إذ يهاجر هربا من قساوة الشتاء إلى كندا وشمال الولايات المتحدة الأمريكية، كما يهاجر إلى الصين وشمال شبه القارة الهندية. طائر البوم الثلجي من أكبر أنواع البوم حجما، إذ أن طوله يتراوح ما بين 52 سنتيمترا و 71 سنتيمترا، والمسافة بين جناحيه عند الطيران تصل إلى 150 سنتيمترا. أما وزنه فقد يصل إلى 3 كيلوغرامات، كما يتميز بلونه الأبيض الناصع كالثلج مع بعض البقع السوداء، وبعينين صغيرتين ذات لون أصفر، وريش أقدامه الغزير الذي يجعله يتكيف مع عوامل الطقس البارد والقطبي. يمكن تمييز الذكور عن الإناث من خلال درجة البياض، فالذكر يكون أبيضا بالكامل، أما الأنثى والصغار تكون عليهم بقع متفرقة ولونها بني يميل إلى السواد. We'll be right back.
يصدر البوم الثلجي أصواتا مميزة تختلف قليلا عن باقي أبناء جنس البوم، إذ يكون صوت الذكر أحد من صوت الأنثى. كما يقوم البوم أحيانا بإصدار أصوات بمنقاره استجابة لأي تهديد أو مضايقة تواجهه، ويعتقد أن هذا الصوت يصدر عن طريق ضرب لسانه بمنقاره. يعتمد طائر البوم الثلجي في غذائه على الحيوانات الصغيرة كحيوانات القوارض. أما في الأوقات التي تكون فيها الفرائس قليلة، فإن الفريسة المفضلة للبوم الثلجي تصبح طائر الترمجان، وهو أحد أنواع الطيور الصغيرة التي تعيش في المناطق الباردة. ويعد البوم الثلجي صيادا بارعا، وهو يصطاد أشكالا متنوعة من الحيوانات خصوصا في فصل الشتاء، إذ يصطاد الثدييات الصغيرة كالفئران، كما يصطاد بعض الثدييات الكبيرة كالأرانب الوحشية، وكذلك السناجب والراكون والجرذان. كما يغتنص أنواعا كثيرة من الطيور كالترمجان والبط والأوز والكركي والغرة والغطاسيات والنورس. يمكن لطائر البوم الثلجي أن يصطاد طيورا جارحة أخرى بما فيها أنواع أخرى من البوم الأضعف منه. وإضافة إلى كل ذلك، فإنه يصطاد الأسماك والجيف الميتة على نحو غير عادي للبوم. فالبوم الثلجي أساسا يصطاد خلال النهار، ويحدد مكان الفريسة من قبل من خلال البصر والصوت، ويقوم بالصيد في جميع الظروف الجوية السيئة والجيدة منها. الفريسة يمكن أن تؤخذ من الأرض في رحلة أو من الماء. والبوم الثلجي يحوم في بعض الأحيان مستخدما جناحيه أو حتى أقدامه للمشي على الأرض بحثا عن فريسة. يبلغ معدل غذاء البوم الثلجي 7 فئران إلى 12 فأرا في اليوم الواحد، ويمكنه أن يأكل نحو 1600 حيوان قارض في فترة وجيزة إذا ما توفرت من حوله بكثرة، وهو يقوم بابتلاع فريسته الصغيرة كاملة دفعة واحدة، فتقوم عصارة المعدة القوية بهضم اللحم. أما العظم والأسنان والفرو والريش الذي لا يمكن هضمه، فإن البوم يقوم بتقيؤه بعد 18 إلى 24 ساعة من أكله. أما عند أكل فريسة كبيرة على دفعات عدة وليس على دفعة واحدة، فإن جهازه الهضمي قابل لتحمل ذلك أيضا. يقوم طائر البوم الثلجي ببناء عشه على الأرض،
إذ يختار مكانا مكشوفا يمكن من خلاله الحصول على رؤية جيدة للمنطقة، ويكون مكانا جيدا للانطلاق للصيد والطيران وبعيدا عن تراكم الثلوج. ويستخدم طائر البوم الثلجي في بناء عشه أكواما من الحصى وأعواد جافة، ويمكن أن يعتمد على أعشاش العقبان والطيور المهاجرة أيضا. عادة ما تبدأ فترة التزاوج في أواخر فصل الربيع اعتمادا على توفر الغذاء والفرائس، وتضع البومة بيضها الذي يكون عدده من 5 بيضات إلى 14 بيضة في موسم الولادة الواحدة، إذ تقوم بوضع كل بيضة على حدة، وتضع تقريبا كل يوم بيضة، وتستمر في وضع البيض عدة أيام. أما فقس البيض فيكون بعد 5 أسابيع من وضع البيض، وعند خروج الصغار الذي يكون أبيض اللون بالكامل يقوم كلا الأبوين بالاعتناء به، إذ يقوم كل من الذكر والأنثى بالدفاع عن العش والصغار من المعتدين عليها. ويمكث بعض الأفراد في أماكن تكاثرهم بينما يهاجر الآخرون من طيور البوم الثلجي. يصعب إيجاد البوم الثلجي في البرية بسبب طبيعة المناخ البارد والمثلج من حوله، مما يجعل من الصعب إجراء تقييم دقيق لإعدادها في البرية. ومع ذلك فإنه لا يعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض، إلا أنها قد تنخفض نتيجة الاضطهاد والصيد وتغير المناخ. وتعمل جمعيات الحفاظ على الحيوانات البرية في كندا وألاسكا خاصة على الحفاظ عليها وتربيتها في بيئة خاصة، ومن ثم إطلاقها للبرية بأعداد كبيرة لاحقاً.